عمل النقابي عمل شاق، وبعضه بعض السيدات خارج العمل النقابي عندها خلفية ان العمل النقابي ده ما ينفعش السيدات. دي حاجة. تاني حاجة، احنا مجتمع ذكوري، واخد الانطباع الراجل نمبر وان، السيدة الذي تليه، ومش كل المناصب اللي هي ممكن تاخدها. لكن ده ما يمنعش ان في سيدات في الفترة الاخرانية ابتدت فعلا تتواجد في بعض المراكز واثبتت فيها نجاح، سواء داخل النقابة او خارج النقابة. ولكن دي احنا بنقول بداية كويسة، بداية كويسة، ان دي هتخليها تتطرق لمناصب قيادية اكبر. دور في دعم النساء في العمل النقابي من خلال تغيير منظومة فكره. لازم احنا عندنا عقلية المرأة لازم تتحرر شوية انها تقدر تشارك في العمل العام وتبقى عندها اقدام عليه. لازم هي تثق في نفسها الاول. لازم الراجل يتغير مفهومه، عشان يقدر لما يتغير مفهومه يقدر يدعم السيدات في العمل النقابي، ويعرف ان هي على نفس المساواة معاه.